بسم الله الرحمن الرحيم. معنا محاضرة 4، آخر محاضرة في الفصل الثامن من كتاب نيوتن. السؤال 88 بيقول لك العدد العشري الذي يكافئ العدد الثنائي. عشان نحول من ثنائي العشري، انت عارف ان كل رقم بيكون له وزن. يعني ايه؟ يعني زي مثلا العشري احد عشرات مئات الاف، وبالتالي هيبقى ده 2 اس 0 لان ده ثنائي، ده 2 اس 1، 2 اس 2 وهكذا. وبالتالي لما بتيجي تحول، تعالى نعمل هنا احسن. عندك هنا ده 0 1 2 3 4 5 6 7. طبعا مفيش غير 1 و0. اللي فيه 0، 0 في اي حاجه هيديك 0، 1 في اي حاجه هيديك نفس الحاجه. وبالتالي هنا هيبقى 2 اس 0 اللي هي ب 1 زائد 2 اس 1 اللي هي ب 2 زائد 2 اس 3 اللي هي ب 8 زائد 2 اس 4، 2 اس 4 اللي هي ب 16 زائد 2 اس 7 اللي هي 128. فطبعا مفيش غير ده. 89 العدد العشري المناظر للعدد الثنائي، نفس الكلام 0 1 2 3 4. وبالتالي 2 اس 1 اللي هي ب 2 زائد 2 تربيع اللي هي ب 4 زائد 2 اس 3 اللي هي 8 زائد 2 اس 4 اللي هي 16. هيطلع معاك ادي 20 8 30. الكود الثنائي يدل في النظام العشري على الرقم، نفس الكلام 0 1 2 3 4 5. وبالتالي 2 اس 0 ب 1 زائد 2 اس 1 ب 2 زائد 2 اس 3 ب 8 زائد 2 اس 4 ب 16 زائد 2 اس 5 16 في 2 ب 32. وبالتالي ده هيطلع معاك 32 و 8 40، 40 و 16 56، 58 59. يعبر عن الرقم نقط في النظام العشري بالرمز كذا في النظام الثنائي. طبعا ده 2 اس 0 وده 2 اس 1، وبالتالي ده 3 على طول، مش محتاج. أوجد العدد الثنائي المكافئ للعدد العشري، لسه جايبينها 59 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 صح. يعني القيمة العشرية 11 في النظام الثنائي بتعبر عنها بالرقم. عشان نحول من ثنائي، من عشرة قصدي لثنائي، بنقسم 11 على الاتنين فيها الخمسة وتفضل واحد، 5 على الاتنين فيها الاثنين وتفضل واحد، 2 على الاثنين فيها الواحد وتفضل صفر، 1 على الاثنين فيها الصفر وتفضل واحد. وبالتالي ده 11. 1 زائد 2 ب 3 و 8 ب 11. 1 1 0 1. 94 بوابة التوافق تمثل عمليا مفتاحان متصلان على التوازي، مفتاحان متصلان على التوالي، مفتاحان احدهم متصل على التوالي. طبعا احنا عندنا ثلاث بوابات، بوابة الاختيار، بوابة التوافق، بوابة النط او العاكس. فانت عندك هنا بوابة التوافق لازم يكونوا متوافقين، وبالتالي مفتاحين متصلين على التوالي، وبالتالي مفتاحان متصلين على التوالي. البوابة المنتقلة التي يكون جهد الخارج فيها مرتفع واحد فقط عندما تكون جميع المدخلات جهدها مرتفع واحد هي أند. يكون خارج البوابة المنتقلة من نوع أند ثلاثية المدخل مرتفعا واحد عندما تكون برضو كله واحد. دي أند، الأند ما بتطلعش واحد إلا لما يكون كله واحد. وبالتالي واحد واحد واحد. بقول لك هنا نموذج الموجات المقابل يوضح الموجتين A و B وكمدخلات لبوابة منطقية، والموجة اكس تمثل الخارج لهذه البوابة. فإن هذه البوابة هي، ركز معايا، انت عندك صفر وصفر بيطلع صفر. طيب هنا واحد، واحد وواحد طلع واحد. طيب واحد وصفر طلع صفر. طالما ان هي بتطلعش واحد الا لما يكونوا الاتنين وحيد، فده على طول الاند. البوابة المنطقية التي تتكون، طبعا ما ينفعش نط لان النط بتاخد مدخل واحد. البوابة المنطقية التي تتكون من اثنين من الترانزستور متصلين معا على التوازي. انت ما خدت اثنين من الترانزستور، احنا عارفين ان الترانزستور بيستخدم كمفتاح، وبالتالي مفتاحين متصلين على التوازي يبقى ليه اور. بوابة الاختيار تمثل عمليا مفتاحان
متصلين على التوازي. البوابة المنتقلة يكون جهد الخارج فيها منخفض فقط عندما تكون جميع المدخلات منخفض الأور، بيطلع واحد لو اي من المدخلات واحد، وبيطلع صفر لو كله بصفار. البوابة المنطقية المستخدمة لجمع الشارتين الكهربائيتين هي البوابة. انت عندك الأور، هي بص يعني هو الموضوع مش موضوع جمع شارتين كهربائيتين، يعني انا مش فاهم المصحف اللي بيحط الأسئلة دي بيحطها بناء على ايه. هي الفكرة كلها ان انت عندك الأور ايه الرمز بتاعها كده، مش معنى كده ان انا بجمع، يعني هو اسمه جبر بولياني، يعني مش فاهم يعني انت ما بتجمعش هنا، انت بتاخد هدايا ده يعني واحد وصفر، اوكي واحد بلس صفر بيديك واحد، صفر بلس واحد بيديك واحد، واحد بلس واحد بيديك واحد برضو، صفر بلس صفر بيديك صفر. ده مش جمع، ده اور. الموجب دي معناها اور، مش عارف اللي حاطط الكتاب ده. ساعات فيهم في اسئله كتير كويسه، ولكن في اسئله ملهاش محل من الاعراب. البوابه في الشكل المقابل يكون خارجها، البوابه دي انت عندك ده اور. طيب انت عندك لو الايه طبعا ده بصفر، لو الايه بواحد هيطلع معاك واحد، لو الايه بصفر هيطلع معاك صفر، وبالتالي الخارج بتاعها هو هو الايه. تشترك كل من البوابتين، ودي مش عليك، الرمز ده مش عليك، الرمز ده معناه نط. تشترك كل من البوابتين التوافق اند والاختيار اور، فان كل منهما بيطلعوا واحد لو المدخلات كلها بواحد. لو خارج مرتفع واحد عندما يكون احد مدخلاته على الاقل مرتفع، لا لو خارج منخفض عندما يكون احد مدخلاته له على الاقل مدخلان، له على الاقل مدخل واحد جي. تشترك كل من البوابتين التوافق اند والاختيار اور، فان كل منهما لو خارج مرتفع عندما تكون كل مدخلاته مرتفعه، صح الاند والاور لكل مدخلاته مرتفعه فبيطلع واحد. 105 البوابة المنتقلة التي لها مدخل واحد فقط هي النط. أي من البوابات الآتية يكون خارجها واحد؟ أنت عندك واحد وواحد داخلين على الأند هيطلع واحد، واحد وصفر داخلين على الأور هيطلع بواحد، صفر وواحد داخلين على الأند هيطلع بصفر، صفر وصفر داخلين على الأور هيطلع بصفر، وبالتالي الـ A والـ B. 107 في جدول التحقق الموضح يكون نوع البوابة إكس هو. طيب انت عندك هنا صفر وصفر بيطلع صفر، صفر واحد طبعا دي اور، وعندك دي اند مش محتاج. 108 اي من الجداول الاتيه تعبر عن جدول التحقق للدائره الموضحه. طيب عشان تحل الاسئله اللي شبه دي ركز معايا، الاند بتطلع ايه؟ بتطلع واحد لو المدخلات بتاعتها واحد وواحد، وده هيبقى صفر لانه ده نط، وبالتالي هيطلع واحد من الاند لو داخل على الاي واحد والبي صفر. تعال كده نشوف، واحد وصفر، واحد وصفر بيطلع واحد والباقي كله بصفار، غلط. واحد وصفر بيطلع واحد والباقي كله بصفار، يبقى صح. فهمت كده؟ طيب نيجي للاور. طبعا الاور بتطلع واحد لو اي مدخلات بواحد، فانت هنا لما تيجي تبص للاور شوف اللي بيطلع صفر، لان الاور ما بتطلعش صفر الا لو كل المدخلات بصفار، اي حاجه تانية هتطلع بواحد، وبالتالي ده بيطلع صفر لو ده بصفر وده بصفر، طب ده بيطلع صفر لو ده بواحد. وبالتالي تعال نبص، لو انت عندك داخل على البي بصفر والكيو بواحد هيطلع معاك صفر والباقي كله بواحد، يبقى انت عندك صفر وواحد، صفر وواحد طلع صفر والباقي كله بواحد، يبقى صح. رقم 110 الدائرة المقابلة تمثل مجموعة من البوابات المنطقية لأداء وظيفة معينة فإن جدول التحقق لها هو. لو أنت ما فهمتهاش تعالى ناخدها أحسن. ركز معايا، أنت عندك صفر وصفر بيقول لك بيطلع واحد، لو ده صفر، لو ده صفر فده هيبقى واحد، طالما إن ده واحد فيطلع واحد. طيب وده صفر فده واحد، فده هي واحد برضه، يبقى واحد وواحد هيطلع لك واحد، وبالتالي ده صح. يبقى لو صفر وصفر هيطلع واحد، ده غلط، ده غلط. نيجي بعد كده لو صفر وواحد بيطلع صفر، لو ده صفر وده واحد، صفر وواحد فالواحد هيبقى صفر، وبالتالي هيطلع هنا صفر، وبالتالي هيطلع صفر، صح.
دي احنا قلنا صح، يبقى دي تنفع برضه. سوري دي غلط، خلاص دول غلط. طيب واحد وصفر بيطلع واحد، لو ده واحد وده صفر، لو ده صفر وده واحد، فده الواحد ده هيبقى صفر، وبالتالي صفر وصفر هيديك صفر، وبالتالي هيطلع صفر، وبالتالي ده غلط، وبالتالي الإجابة هتبقى دي. دي اسمها الإكس أو، بيطلع وحيد لو الاتنين متشابهين، وصفار لو الاتنين مختلفين. مش عليك ده عكسها، اللي بعدها عكسها، دي هتطلع واحد لو الاتنين مختلفين، وبتطلع صفر لو الاتنين متشابهين. طب تعال نجرب كده، صفر وصفر، لو ده صفر وده صفر، فهيطلع صفر وصفر، هيطلع صفر، وبالتالي ده غلط وده غلط، ده وده صح. طيب واحد وواحد، لو ده واحد وده واحد، لو ده واحد وده واحد، فهيبقى هنا صفر، وهيبقى هنا صفر، فيطلع صفر وصفر، هيديك صفر، وبالتالي واحد وواحد بتطلع صفر برضو، وبالتالي هنا ده ما تنفعش، وبالتالي الإجابة تبقى جي. 112، الشكل التالي يوضح مجموعة من البوابات المنطقية تكون دائرة إلكترونية من الشكل يكون جدول التحقق هو. طيب جدول التحقق هنا الأور بيطلع صفر لو الاتنين بصفار. طيب ده بيطلع صفر امتى؟ لو البي بصفر أو الإي بصفر. المهم نخلي ده بصفر الأول، لو ده بصفر فمعناه إن الإي بواحد، وبالتالي يبقى هنا صفر، وبالتالي لو الاي بواحد ايا كان البي فكده كده هيطلع صفر، يبقى لو الاي بواحد هيطلع معاك صفر، يبقى ده غلط، ده بواحد طلع صفار، وبالتالي ده صح. طبعا لو الاي مش بصفر، لو الاي مش بصفر يعني لو الاي بواحد فهيطلع معاك سوري، لو الاي مش بصفر فبتطلع معاك، مش عارف الواحد دماغه مالها، الصيام معصب. احنا قلنا لو الاي بواحد فكده كده هتطلع معاك صفر، طب لو الاي بصفر فده هيبقى واحد فهتطلع معاك واحد، يبقى لو الاي بواحد بتطلع صفر، لو بصفر بتطلع واحد. الصيام معصب. السؤال رقم 113، من الدائرة الإلكترونية الموضحة يكون جدول التحقق لها. طيب الاند بتطلع صفر، او بناخد الواحد بتطلع واحد لو الاتنين بواحد. طيب ده واحد يبقى ده صفر. طيب الاند بتطلع صفر لو احد المدخلات بصفار. طيب ركز معايا كده، احنا عايزين هنا صفر عشان يطلع هنا واحد. لو الاي او البي اي واحدة فيهم بصفر، اي واحدة في دول بصفر، فيطلع هنا صفر، ولو هما الاتنين بصفار هيطلع هنا برضو صفر، وبالتالي ما ينفعش عشان يطلع هنا واحد، عشان يطلع هنا واحد فلازم ده يكون بصفر، يعني واحد في دول بصفر، والتاني يكون بواحد، بحيث ان ده يطلع واحد وده يطلع صفر، فاهم حاجة؟ لان لو الاتنين بواحد فده هيطلع واحد، ولكن ده هيطلع واحد، وبالتالي كده هيبقى ده بصفر، وبالتالي لو الاتنين دول مختلفين بيطلع هنا مختلفين طبعا، يعني مش بواحدهم او مش حكاية مختلفين، يعني لو واحد فيهم بواحد والتاني بصفر هيطلع معاك ايه؟ هيطلع معاك هنا واحد وهنا صفر، وبالتالي هيطلع معاك في النهاية واحد، وبالتالي كده تعال نبص، صفر وصفر غلط، صفر وواحد واحد صفر، وبالتالي تنفع، وبالتالي تبقى ألف. طب تعالى كده نجرب، لو هنا صفر وهنا صفر فهنا هيطلع صفر، وبالتالي هيطلع صفر صح. طب لو هنا واحد وهنا واحد هيطلع هنا واحد، وبالتالي هنا صفر، وبالتالي هيطلع هنا صفر. لكن لو صفر وواحد، صفر وواحد بيطلع هنا واحد، وهنا صفر واحد واحد، واحد وصفر هيطلع هنا واحد، وهيطلع هنا واحد. 114، جدول التحقق لشبكة البوابات المنطقية الموضحة بالرسم هو. الأور بتطلع صفر لو ده صفر وده صفر، ده صفر يبقى ده واحد، ده صفر، ده عشان يبقى صفر فلازم ايه؟ ما ينفعش يكونوا الاتنين وحيد، لو واحد وواحد كده هيطلع واحد. فتعال نبص كده الحاجات اللي فيها واحد وواحد، واحد وواحد طلع واحد، لو واحد وواحد طلع واحد، واحد وواحد طلع صفر غلط، واحد وواحد طلع صفر غلط، يبقى دول ينفعوا. طيب نيجي بعد كده صفر وصفر، صفر وصفر هتبقى صفر،
وهنا هتبقى ايه؟ صفر وصفر صفر، واحد واحد داخل على الاول هيطلع واحد، وبالتالي صفر وصفر هتطلع واحد اهي، صفر وصفر بتطلع واحد، يبقى دي تنفع ودي تنفع. طيب نيجي بعد كده لو واحد وصفر، واحد وصفر، واحد وصفر هيبقى هنا صفر، واحد وصفر هيبقى هنا واحد، وبالتالي هيطلع معاك صفر، يبقى واحد وصفر او صفر وواحد هتطلع صفر، يبقى دي صح، يبقى الاجابه هتبقى ده. دي مش هتنفع لان واحد وصفر هنا هيبقى صفر، وهنا واحد، واحد هيديك صفر، وبالتالي هتطلع صفر، هو عاملها واحد. السؤال اللي بعد كده، في الدائرة الموضحة مجموعة من البوابات المنطقية في إن عدد المرات التي يكون فيها الخارج صفر هو، عشان يكون الخارج صفر فلازم صفر وصفر، طيب عشان هنا صفر يكون هنا واحد، وعشان هنا يكون صفر فالإيه لازم يكون ده، طالما إن هو واحد لازم ده يكون صفر، وبالتالي ده مش هيطلع صفر إلا لو الإيه بصفر والبي بواحد، وبالتالي هتبقى مرة واحدة. سؤال 116، من جدول التحقق المرافق للدائرة الموضحة فإن نوع البوابة إكس، نوع البوابة واي، نوع البوابة زد. طيب ركز معايا، أنت عندك هنا فين الإيه؟ المفروض إن أنا أخمن يعني؟ ماشي، ده الإيه وده البي. عندك هنا لو الاي والبي ده صفر وواحد بيطلع واحد، طيب صفر وواحد بيطلع واحد، يبقى ده عبارة عن او. طيب هنا الزد لازم تكون نوت لان بتاخد مدخل واحد. نيجي بعد كده عندك صفر وواحد بيطلع هنا واحد، عندك صفر وواحد، واحد على النوت هيطلع صفر. طيب يطلع معاك هنا ان الان بواحد، خلاص احنا عرفناها، وده بصفر تمام، السي بصفر، يطلع صفر هنا لو ده اند، وبالتالي البوابة اكس هتبقى اور، البوابة واي هتبقى اند، البوابة زد هتبقى نوت. 117، في البوابات المنطقية التي أمامك أي من النتائج الآتية تعبر عن الخارج الصحيح لهذه البوابات. طيب ركز معايا كده، ده بيطلع واحد لو ده بواحد وده بواحد، وبالتالي عشان يطلع واحد هنا لازم السي تكون بواحد. تعال بص كده، السي لازم تكون بواحد عشان يطلع واحد، السي بصفر وطلع واحد غلط، صفر وطلع واحد غلط، صفر طلع صفر، تعال نبص صفر صفر واحد، لو السي ركز معايا انا بقول لك هنا عشان يطلع، عشان يطلع واحد لازم تكون السي بواحد، مش لازم يعني دول اي حاجه تانية، بس احنا لسه ما بصناش لدول، احنا بنقول هنا السي بواحد هيطلع واحد، يمكن يطلع واحد وممكن ما يطلعش، ولكن المهم عشان يطلع واحد لازم تكون السي بواحد. فلو السي لقيتها بصفر وطلع واحد يبقى غلط، سي بصفر وطلع واحد غلط. طيب هنا نشوف كده السي بصفر وطلع واحد ولا لا، هنلاقي ان السي بواحد طلع واحد، سي بواحد طلع صفر، ماشي ممكن سي بواحد او سي بصفر، صفر وطلع واحد خلاص، يبقى واحدة من دول صح. طيب تعالى بقى تاني، عشان دي تكون واحد السي خلاص احنا شفنا دي، عشان دي تكون واحد فلازم اي واحد من دول يكون بواحد، ما ينفعش ان هما الاتنين يكونوا بصفار، وبالتالي الاي والبي لازم واحد فيهم يكون بواحد عشان يطلع واحد، الاتنين بصفار وطلع واحد، ما احنا دول شفنا دول، الاتنين بصفار، الاتنين بصفار وطلع واحد غلط، وبالتالي غلط، الاتنين بصفار طلع صفر صح، لو انت جربت هتطلع معاك صح. مية وتمنتاشر، من جدول التحقق للدائرتين التاليتين نلاحظ أن طبعا الدائرة دي والدائرة دي لهم نفس الخارج، لأن دي أند برضو، إي أند بي أند سي، يعني أند سي، يعني اللي طلع من هنا بيبقى أند مع السي، وبالتالي كل ما الدائرتين لهم مخرجات مختلفة غلط، كل ما الدائرتين لهم نفس المخرجات صح. هنا جدول التحقق للدائرة التي بها البوابات الموضحة بالشكل هي، أنت بتطلع واحد لو المدخلات كلها بواحد، طيب ده لو بواحد يبقى ده بصفر،
طيب ده عشان يكون واحد وده صفر فلازم يكون ده بواحد. طيب ده عشان يكون واحد وده بواحد فلازم ده يكون بواحد برضه. وبالتالي الحالة الوحيدة اللي هيطلع فيها واحد لو انت عندك الاي والبي بواحد والسي بصفر، يبقى واحد واحد صفر يطلع واحد، ما عدا ذلك بصفار. ده غلط، ده غلط. واحد واحد صفر صح. بس هنا احنا لسه قايلين عليها دلوقتي دي اند، وبالتالي مش هيطلع واحد الا لو ده بواحد وده بواحد، ده بواحد ده بواحد، كلهم بواحد يطلع واحد، غير كده بصفار. هنا ده بيطلع واحد لو ده بواحد وده بواحد، فعشان يطلع واحد لازم السي تكون بواحد. ده بواحد يبقى ده صفر، ده بصفر يبقى لازم ده صفر وده صفر، وبالتالي الحالة الوحيدة اللي هيطلع فيها واحد لو صفر صفر واحد والباقي كله بصفار. يبقى انت عندك صفر صفر واحد والباقي كله بصفار. ده غلط، ده غلط. صفر صفر واحد والباقي كله بصفار صح. بس هتحس ان الأسئلة بتتحل ببساطة. يعني هنا الاور احنا قلنا بنشوف الصفر، ده صفر 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 صفر، ده عشان يكون صفر فده واحد. طيب ده عشان يكون صفر وده واحد فلازم ده يكون صفر، ده عشان يكون صفر وده صفر فده يكون صفر لان ده او، وبالتالي هيطلع صفر لو كلهم، لو سوري لو الاي والبي بصفار والسي بواحد، عدا ذلك هيطلع واحد. يبقى صفر صفر واحد يطلع صفر والباقي وحيد، اللي هو ده صفر صفر واحد يطلع صفر والباقي وحيد. طب ده صفر بيطلع هنا صفر وهنا صفر. طيب ده عشان يبقى صفر اي حاجة، دي هتبقى صعبة شوية لان ده اند، والاند بتطلع صفر لو اي واحد بصفر. طيب دي عشان تكون بصفر، يا اما ده بصفر يا اما ده بصفر. لو الاتنين بواحد مش هيطلع صفر، يبقى لو ده بواحد وده بواحد فده هيبقى بواحد فده هيبقى بواحد. يبقى هنا واحد بواحد، واحد واحد هتطلع ايه؟ هتطلع واحد. تعال نشوف كده، لو واحد واحد ده واحد يعني السي بواحد والبي بواحد، يبقى انت عندك هنا لو البي والسي الاتنين بواحد، لو البي والسي الاتنين بواحد فهيطلع معاك هنا واحد وهنا واحد، وبالتالي ده بواحد وده بواحد. تعالى كده نشوف بي والسي بواحد هيطلع معاك واحد. تعالى نشوف كده بي والسي بواحد طلع معاك واحد، ماشي. بي سي بواحد طلع معاك صفر، غلط مش هتنفع. وحيد طلع معاك صفر مش هتنفع، وحيد طلع معاك واحد اوكي. طيب لو انت عندك الاي والبي، الاي والبي بوحيد هيطلع معاك هنا واحد، وبالتالي ده هيطلع واحد. تعال نشوف كده اي والبي بوحيد، لو الاي والبي بوحيد بيطلع معاك واحد، اي والبي بوحيد بيطلع معاك صفر، غلط احنا قلنا دي خلاص. اي والبي بوحيد بيطلع معاك واحد، تمام. طيب ايه تاني؟ عشان تبقى هنا بصفر فكلهم بصفار. طيب تعال نشوف كده كلهم بصفار، كلهم بصفار وطلع معاك واحد، غلط وبالتالي ده غلط وبالتالي صح. فهمت بتحل ازاي؟ فكرة انت تشوفهم كلهم فالموضوع بيبقى صعب. طب دي الاور بتطلع صفر لو هنا صفر وهنا صفر. طب ده صفر يبقى ده واحد. طيب ده يبقى واحد يبقى لازم ده بواحد وده بواحد. طيب لو ده واحد، ثواني كده، البي لو بواحد استحالة ده يبقى بصفر. يبقى ركز معايا كده، يبقى انت عندك هنا طالما ده استحالة يطلع هنا صفر، يبقى هنا مش هيطلع صفر. ليه؟ لأن كده كده ده بواحد يبقى ده بواحد يبقى ده بواحد، خلاص. وبالتالي الحالة دي الدائرة دي هتطلع واحد دايما، دايما هتطلع واحد. لو ده صفر 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 فده صفر، فهنا هيبقى صفر هنا هيبقى واحد، خلاص هيطلع واحد. لو واحد 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 فهنا هيطلع واحد وهنا واحد، وبالتالي دي بتطلع دايما واحد. 125 في الدائرة المنتقلة المبينة بالشكل A من الاختيارات التالية يحقق شرط الخارج دي بتساوي واحد. عشان ده يكون بواحد فده يا إما ده بواحد يا إما ده. طيب تعالى ناخدها، ماشي. لو ده بواحد فده بواحد، ده بواحد يبقى ده بصفر. لو السي بصفر
هيطلع معاك واحد. سيب صفر، سيب صفر هيطلع معاك واحد على طول، وبالتالي صح بأي مكان الـ A والـ B. بس احنا كده خلصنا الفصل. أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.